احنا كنا حضرنا كوفد لمنتدى العائلة الدستورية متكون من السيد نبيل القروي والسيد فتحي العويدي، واحنا حضرنا يعني وقت اللي كوننا منتدى العائلة الدستورية كان من معناتها لي بيوت متاع المنتدى هذا هو ان رد الاعتبار لزعماء الحركة الوطنية. واحنا اليوم نعتبره اللي صار في المستير هو رد اعتبار لزعيم من زعماء الحركة الوطنية وزعيم من زعماء الحركة الدستورية اللي هو السيد الحبيب بورقيبة ورئيس الأمة السيد الحبيب بورقيبة. فصحيح هو ثم كثير من الناس اللي تاجروا بالحكاية هذه، واحنا ماناش من منطلق أن نزيدوا حضورنا اليوم، ماهوش من منطلق المزايدة، لكن هو من منطلق كونه صارت العديد من الهينات في حق زعيم الحبيب بورقيبة. من نوع شو صار؟ من نوع أنا كي نشوف الصورة اللي تعدت تو نتاع الزعيم وهو على معناتها بريسك على فراش الموت، هذه من الحاجات اللي الناس اللي تحب تحكي على بورقيبة اليوم يلزم يعتذروا ويقولوا كونه معناتها قصروا في حق الحبيب بورقيبة اللي هو يمثل معناتها تاريخ وتراث، وكما قال الأستاذ هو فكر تونسي تونسي، ماهوش فكر جايبينه من برا، وهو نظرة ورؤية أكثر من كونه اليوم نحكيه على شخص، لأنه يمثل تراث تونس في تاريخها المعاصر، هو اللي جاب الاستقلال، هو اللي بنى الدولة العصرية، هو نعرف وش عمل، لكن ما نعرفوش الناس اليوم اللي تحكي على بورقيبة اش باش تعمل. فمن منطلق هذا احنا نحبوا نحكيو صحيح على اللي عملوا بورقيبة واللي عملوا حتى النظام السابق والأنظمة الموجودة اليوم، هذا كله سي دوانو سيرفيرا كيك شوز، هو باش نشوفوا معناتها مستقبل بلادنا كيفاش باش يتبنى، لانه زعماء كيما بورقيبة وقت اللي نحكيو عليهم لانهم خلوا بصمتهم مش كان في تونس في العالم، وهذا مش احنا نقولوه، الناس تقولوا علينا، رؤساء دول تقولوا علينا، مؤرخين في العالم يقولوه، معناتها الناس اللي هي عندها دراية على التاريخ الحقيقي للبلدان وعلى التمشي اللي كانت ممكن معناتها وضعية معينة كانت فيها استعمار، كانت فيها معناتها فقر متفشي، كانت فيها وضعية متاع فقر حتى فكري. اليوم وين احنا وين كنا وقت اللي شد معناتها بورقيبة البلاد؟ تقول لي حكيت معناتها ثم هينات، صحيح هذه كيف كيف يلزمنا نحكيو عليها ويلزم الدساتره يحكيو عليها، لانهم هما اليوم اللي حب يورث الفكر هذايا يلزمو يحكي على تاريخ الفكر هذا ويلزمو يسوق المستقبل افضل، لانه مش صحيح الناس اللي تقول كونه البلاد 50 عام خراب، هذا ما نجمش يكون، والا رانا اليوم ماناش عايشين العيشه اللي عايشين فيها.